أجل فريق الشرطة حسم لقب بطولة نهائي البلاي أوف في مباراته أمام النفط في الدوري السلوي الممتاز. حسم اللقب ومعانقة الكأس انحصرت بينما يطمح في حصده تواليا النفط، والآخر الذي يريد أن يعيده إلى خزائنه من جديد الشرطة. حظوظ النفط في مباراة الحسم قاب قوسين من تحقيقها، فعدد المواجهات في نهائي البلاي أوف لهذه النسخة تعطي الأفضلية بعد فوزه بعدد لقاءات بأربع مقابل اثنين للشرطة. أحداث اللقاء بدت ملتهبة منذ انطلاق صفارة الحكم، فالتركيز كان في أعلى المستويات بالنسبة للطرفين الذين أنهوا الكوارتر الأول متعادلا بعشرين نقطة للطرفين، وانتهى الثاني بفارق نقطتين للنفط. كل شيء قد تغير في نصف المباراة الثاني الذي شهد تراجع بدني للاعبي النفط وسط تألق لاعبي الشرطة الذين قلبوا الطاولة على النفطيين في آخر لحظات اللقاء. شوية صار جهد على اللاعبين، تدري أنا ألعب بست لاعبين فقط، ما عندي اللاعب الاحتياط اللي موجود على البج يعوض اللاعب الأساسي. تدري المباراة هي يعني حسبة 8 آخر ثانية، يعني ما المفروض 24 دقيقة انتهت الهجمة، رأسا ما صفر، صارت ريباوند علينا، صارت سكوت، الحمد لله وشكر. بكرة مباراة عندنا معهم إن شاء الله نعوض. ما يعتقد معبر إلى المباراة غدا. فريق النفط فريق جيد جدا، يمتلك عناصر، لديه يعني أدفانتج بعض الشغلات ما نحكيها هسه، ولكن الحمد لله فريقنا قدر أن يتمكن من الفوز. حقيقة هذه الجهود النتائج المبذولة من الكادر التدريبي خلال اليومين السابقة، والحمد لله والشكر. صح احنا هواي أخطاء اخطأنا بها اللعبات السابقة، وقدرنا نحصل اللعبة بثواني الأخيرة. اللعبة كانت كلوز جيم، تعرفوا ملاعبين منتخب وطني احنا نفس الشيء أمريكارتني، الحمد لله والشكر اللعبة كانت مقاربة بس حصلنا عليها بالنهاية الحمد لله والشكر. الشرطة يؤجل الحسم في مباراة دراماتيكية شهدت تقلبات كثيرة في أحداثها ليعلن الفوز بنتيجة 80 نقطة مقابل 78 للنفط من قاعة الشعب على هيكل العراقية الرياضية.